عرفي نفسك، اتفضلي. عرفي نفسك. انا ماجده مبروك، من ضمن الناس المعتصمين كانوا في الميدان. انا بطلب من المشير حاجه واحده، ابكرر اعتذاري واعتذار كل اللي كانوا معايا ان احنا اسالنا اليه في يوم من الايام، بس نفسي وامنيه حياتي ان يحقق لنا طلبنا النهارده. يا ريت، احنا دلوقتي ما بندورش على الداخل، احنا بندور على الامن الخارج، بس ان يدعم الجيش من بره. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ان يا سياده المشير، خلاص ان يا سياده المشير حضرتك تدعمنا من الخارج بجيش زياده باكتر من الاول، لان الجيش قليل جدا على الحدود. وبعدين ما يسمحش لنا ان لغايه دلوقتي ان العالم بعد ما يسوق لينا يسوق لشبابنا الحلوه اللي ماتت دي، ما ينفعش، دول ولادنا واهالينا، ما ينفعش، ما ينفعش. لازم القصاص، لازم القصاص يا مشير، لازم لازم نمنع كل حاجه وحشه منهم. كفايه الماضي المسلطنه اللي دخلتها لنا، كفايه، مش عايزين اي حاجه منهم، مش محتاجين منهم في اي حاجه. عايزين العالم ينزل، السفير يقول من هنا، السفير بتاعنا يجي. طالبين حاجات كتيره منك يا سفير، بكرر اعتذاري ليك.